النهارده حصل حاجه جميله جدا يا عادل، ان ازاي يبقى الجمهور مؤثر، مبقاش بيشجع بس، لا الجمهور ممكن يبقى ليه دور. تخيل ان الجمهور ممكن يبقى ليه دور غير التشجيع في ان هو يجيب لانديته بطولات. طبعا النهارده نادي الزمالك كان في بطوله مش محسوبه لحد، كاس مصر في الباسكت موسم 74 75 ما كانتش محسوبه لحد، يعني في الاحصاء والتاريخ بطوله كده ما فيهاش بطل. فراجل مشجع زملكاوي، راجل يعني من مجانين الزمالك، اسمه الاستاذ عماد نبيل، راح جايب دوكيمنتس وجاب اوراق موثقه بتثبت ان الزمالك بطل الكاس موسم 74 75، وقدم الاوراق دي لنادي الزمالك، راح قدمها لنادي الزمالك. نادي الزمالك طلب من اتحاد كره السله ان هم يعني يعيدوا حساباتهم، يعني قدم لهم الورق ده. راجل عارف من عارف الناس كوليكتورز اللي هم مجمعين الصحف وبتاع، جاب تخيل دودار الحاجات وقدمها، قال لهم يا جماعه اهو الزمالك بطل الكاس في موسم 74 75. يعني طبعا المهندس عماد نبيل عايز اتكلم عنه، انا فرحان بيه بصراحه بعيدا عن الزمالك والاهلي، لكن حلو ان حد يبقى يعني يجيب لناديه بطوله، يعني اعتقد ان اول مره تحصل. باشمهندس عماد مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. وعايز احييك، وعايز الاول يعني اعرف الموضوع بدا معاك ازاي. بص حضرتك يا كابتن، هو انا مهتم طبعا، حضرتك عارف الزملكاويه يعني بيهتموا بتفاصيل الزمالك في كل وقت وفي كل حاجه يعني. واهتمامهم بالعاب الصالات، سواء الهاندبول، فريق الهاندبول اللي هو فريق عظيم يعني، او فريق الباسكت او فريق الطايره، اهتمام بيبقى يعني متابع ماتشاتهم ما يقلوش عن اهتمامهم ببطولات الكوره او فريق الكوره يعني. فالقصه ان دايما كان بيحصل ان مع نهايه كل بطوله محليه سواء دوري او كاس في اي لعبه من العاب الصالات، تبدا على السوشيال ميديا جدالات، طب مين خد البطوله دي اكتر؟ الاهلي ولا الزمالك ولا الاتحاد ولا انت حضرتك بتجمع الصحف اللي مكتوب فيها عن الزمالك في كل الرياضات؟ انا بهتم، هي في الاخر انا بعمل ارشيف بوثق فيه بطولات الزمالك في الالعاب الجماعيه. اوكي. لان كان هي في مشكله ان لا الانديه سواء الاهلي او الزمالك او الاتحاد ما عندهمش سجل بطولاتهم، من كل واحد واخد كام بطوله، ودي من المسؤولين يعني اللي في الانديه. وفي نفس الوقت الاتحادات نفسها، اتحادات اللاعبات، ما عندهاش سجلات ليها، ودي هي دي المشكله. يعني ايه ما فيش سجلات؟ يعني يا جماعه في الاتحادات مشكلة. الاتحادات ما فيش سجلات، يعني بيعتمدوا على ايه؟ انا مش فاهم. يعني ما فيش سجلات بتقول مثلا ان النادي الاهلي بطل دوري سنه 80، النادي الزمالك ازاي؟ يعني مش فاهم ازاي ما فيش ارشيف. يعني طب ما هقول حضرتك حاجه، ما هو ده خبر بطوله كاس مصر السله، ده معناه ان ما كانش فيه سجل، يعني هم مش موثقين البطوله. غريبه جدا. هي النقطه غريبة. ان اتحاد السله مثلا بدا يوثق بطولاته من اواخر السبعينات، سنه 76 77، فبدا يوثق بطولاته. ما قبل كده او بطولات السله اساسا بدا من العشرينات، لكن ما في يعني في 50 سنه بطولات في كتير ما مش متوثقه. طب بقول لك ايه يا باشمهندس؟ اتفضل يا فندم. ما تدور لنا في الكوره كده، يمكن نلاقي 10 15 دوري. شوف لنا كده في الثلاثينات ولا حاجه، والله يمكن نلاقي كام دوري كده نقرب شويه. هو عايز اقول لحضرتك حاجه، باشمهندس عماد، نادي الزمالك ارجوك ها. باشمهندس انا بحييك طبعا، وبشكرك وبحييك ان انت راجل يعني مش دورك كمشجع بس ان انا بتفرج بس وان انا بشجع بس، انا كمان ممكن يبقى ليا دور فعال في ان انا اغير التاريخ. وانا بقول لك ان انت غيرت التاريخ، لان البطوله النهارده اتحاد الباسكت حسبها لنادي الزمالك، واصبح نادي الزمالك بطلا لكاس مصر 12 مره بدلا من 11 مره. مهندس عماد نبيل مشجع نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، حاجه جميله دودارة. لا حاجه جميله جدا. وازاي برضو شفت فيلم عكل لما راح السجلات عشان يطلع البطاقه والدنيا كلها اتحرقت في الفيلم في البطايق وفي السجلات كلها بتاعت مصر. ده غلط كبير جدا يعني. باشمهندس طبعا بنشكره على مجهوده، لكن ده غلط اصلا من اتحاد الكوره. ازاي اصلا الحاجات دي ما تتسجلش؟ اتحاد الباسكت دي مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره طبعا يعني.